فيما يتعلق في منطقة غرب الشرادة هناك مشكل سياسي، كان هناك قرار سياسي اتخذ في آخر لحظة، مع العلم أننا كنحترموا المندوب ديالنا الجهوي، ولكن غلب الصفة السياسية على الصفة المهنية وهذا عار. إذن الإخوة المهنيين التحقنا بهم يوم الاثنين وكان عندهم موقف صريح على أنهم لم يعلموا بتاتا بهذاك الموقف اللي اتخذ في قنيطرة، واليوم الحمد لله بصدد يعني مراجعة هيكلية يعني التمثيلية ديالنا اللي كاينة في غرب الشرادة من خلال تقريبا الإصرار ديال واحد المجموعة ديال الفاعلين الحمد لله شباب، واللي كنحييهم من هذا الموقع رغم يعني الحقيقة أن الظرفية الزمنية ما سمحت لهمش أنهم يعبوا بما يمكن أن يعبأ، لأنه في الآخر هذا يعني بصراحة يعني تمسينا بكرامتنا وجميع المهنيين يتداولون هذه النقطة الفريدة.